إيران قامت بتوجيه ضربات عنيفة اليوم على الأرض العراقية، هي الأعنف والأكثر خطورة على الإطلاق منذ السبت الماضي، وبدأ عمليتهم العسكرية على الداخل العراقي على أحزاب معارضة لهم، وهذا اليوم كان مختلفا تماما من كل الضربات التي رأيناها. هذه كلها كانت واضحة من تفاصيل نشرتها العديد من الوكالات الإيرانية، مثل وكالة إيرنا على سبيل المثال، نشروا تفاصيلا كثيرة حول ما جرى، ولكن الأهم كانت هنالك لقطات مصورة من إقليم كردستان وطبيعة الضربات التي وثقتها وكالات الإعلام الكردية بهذا الشكل، مثل روداو على سبيل المثال. لاحظ الضربات لم تكن عادية، ضربات متعددة مكثفة للغاية وعنيفة للغاية، وكان لها الأثر الكبير اليوم على الأوضاع التي تأتي إلى شمال العراق وتحديدا في إقليم كردستان. الضربات، أحدى اللقطات المثيرة لهذه الضربات الإيرانية هنا كما ترون، أحد قيادات الحزب الديمقراطية الكردستانية الإيراني في إقليم كردستان وهو كمال كريمي بهذا الشكل، كان يقوم بإحدى اللقاءات وعلى وشك أن يجيب، وبعدها فجأة جاءت الضربة على إحدى مقراتهم التي تلاحظون بهذا الشكل. المقرات ضربت بشكل عنيف لهذه الأطراف المعارضة لإيران تحديدا، والضربات كانت تدميرية بالفعل لما جرى. الآن ما الذي جرى فعلا؟ كيف بدأت هذه الأمور؟ بالنسبة للوكالات تحديدا الكردية والوكالات الإيرانية وتحديدا مدير ناحية سيدكان، كان أول من أعطى هذه التفاصيل. هذا القضاء، قضاء سيدكان، هو يتعرض إلى كثير من العمليات منذ السبت الماضي طبعا حتى يومنا هذا تحديدا بالمدفعية. قال بأن الضربات عنيفة للغاية بدأ هذا الأمر، وقال بأنها الأعنف كما تحدثنا منذ السبت الماضي، ولكن سرعان ما الأمور تطورت وبدأنا نرى صواريخا تطلق مباشرة على إقليم كردستان، وكذلك طائرات مسيرة. بالنسبة للصواريخ والحديث من قبل وكالة إيرنا، أكدت بأن 360 صاروخا قد استخدمت في هذه العملية، بل تفاصيل أخرى قد نشرت من صفحات التليجرام التابعة للحرس الثوري الإيراني، وحتى قيادات في الحرس الثوري الإيراني أكدوا بأنهم استخدموا 73 صاروخا بالستيا أرض على إقليم كردستان في هذه العملية التي نتحدث عنها، التي شهدها العراق وإقليم كردستان. ولكن الأهم من هذا الأمر بأن كانت أيضا هنالك طائرات مسيرة مفخخة متطورة للغاية استخدمت اليوم على الأراضي العراقية. نتحدث هنا والحديث عن هذه الطائرة التي ترونها، وهي طائرة شاهد 136 الإيرانية المفخخة الدقيقة للغاية في ضرباتها، والتي يصل مداها بحسب التصريحات الإيرانية عندما أعلنوا عن هذه الطائرة تصل إلى 2000 كيلو متر. هذه الطائرة هي نفس الطائرة التي يستخدمها طبعا وتستخدمها جماعة الحوثي في اليمن ضد الحكومة الشرعية، وأيضا تستخدمها الآن روسيا صدق أو لا تصدق ضد القوات الأوكرانية في الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا جزء من أشلاء هذه الطائرة التي أصبح من الواضح استخدامها الآن في الأراضي الأوكرانية. هذه التفاصيل طبعا وهذه المعلومة لهذه الطائرة تحديدا نقلتها روداو بهذا الشكل بنقل عن صفحات التليجرام مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ولاحظ تحدثوا عن طائرة شاهد 136. ليس هذا فحسب، بل كانت هنالك اللقطة لإحدى الضربات التي قامت بها هذه الطائرة، ويعتقد بأن طائرة شاهد 136 هي التي كانت حاضرة في هذه الضربة، وكما نلاحظ من هذه اللقطات قد تكون هي أكثر اللقطات إثارة في طبيعة الضربات من الطائرة المسيرة. لاحظ كيف كانت هذه الضربة دقيقة للغاية وتدميرية على ما يبدو لإحدى المقرات التابعة للأحزاب المعارضة طبعا لإيران الموجودة في إقليم كردستان. الآن الأمر الأهم الذي يجب أن نفهمه هنا، أين كانت هذه الضربات بالضبط التي نتحدث عنها، ولماذا أخذت هذا الحيز؟ في العادة كما نتحدث وتحدثنا بأن في العادة هذه المنطقة تحديدا قضاء سيدكان، النقاط القريبة من قضاء سيدكان هي التي كانت في البداية بدأت عليها العمليات. اليوم العمليات اختلفت، دخلت في كل هذه المناطق التي ترونها هنا بهذا الاتجاه. لنقترب بهذا الاتجاه لكي نتعرف على المناطق التي تعرضت إلى الضربات بالضبط. بالاقتراب من هذه المنطقة فإن هنالك عددا من النقاط المهمة. هنا محافظة، هنا السليمانية طبعا، هنا أربيل، وهنا كركوك بشكل مباشر. الضربات جاءت على نقطة قريبة من محافظة السليمانية وهي زركيز، هنا لا تبعد إلا ما يقارب 11 أو 12 كيلومترا فقط. كذلك قرداغ أيضا
كان لها النصيب من هذه الضربات التي نتحدث عنها، ولكن أكثر منطقتين تعرضتا للضرب اليوم هي كانت كويا وكذلك ألتون كوبري. ألتون كوبري هي من ضمن مناطق كركوك ومن ضمن طبعا المناطق المهمة التي هي تعتبر تحت سيطرة الحكومة الاتحادية هنا باللون الأحمر باللون الأصفر، هي طبعا مناطق إقليم كردستان وتحت سيطرة حكومة إقليم كردستان. في هنالك منطقة أساسا تابعة إلى ألتون كوبري وهي شراوة بهذا الاتجاه، هي التي تعرضت إلى الضربات العنيفة المباشرة من قبل إيران. هاتين النقطتين تعرضتا طبعا إلى 3 جولات من الضربات الإيرانية، لم تتوقف الضربات على هذه المناطق مقارنة بكل المناطق، بل كانت هنالك لقطات لطبيعة الصواريخ التي انطلقت من إيران من فوق قلعة دزة بهذا الاتجاه. قلعة دزة بهذا الشكل، تم تصوير صواريخ تنطلق من إيران مباشرة فوق سماء هذه المنطقة، والواضح بأنها متوجهة إلى كويا وإلى ألتون كوبري كذلك. وهذه هي اللقطات التي طبعا نشرت وتم تداولها لطبيعة هذه الصواريخ التي انطلقت بهذا الشكل من الأراضي الإيرانية، والتي طبعا تسببت في مشكلة كبيرة جدا اليوم وفي أحداث كبيرة للغاية يشهدها العراق على العديد من المستويات. هذه اللقطات الأولى طبعا لهذه الصواريخ والضربات. وعلى هذا الأساس بالنسبة لهذه الضربات العنيفة تحديدا التي جاءت على كويا وعلى ألتون كوبري، كان هنالك إصابات وقتلى هذه المرة. اختلفت الأمور عن السبت الماضي والأحد والاثنين، اليوم اختلفت الأمور، الكلام هنا عن 10 قتلى والعديد من الجرحى بسبب هذه الضربات، والحديث بأن هؤلاء القتلى والجرحى هم من الأحزاب المعارضة من كوملا، من الديمقراطية الكردستانية الإيرانية طبعا، أو الديمقراطية الكردستانية الإيرانية الموجودين في إقليم كردستان، تعرضوا طبعا إلى هذه الضربات وتعرضوا إلى جرحى وقتلى. وكذلك وزير الصحة في إقليم كردستان قد استنفر المستشفيات الموجودة طبعا في أربيل من أجل أن تقوم باستلام الجرحى ومحاولة معالجتهم. وزير التربية أيضا الموجود في إقليم كردستان قام بتعليق الدوام في كل المناطق التي تحدثنا عنها التي تعرضت إلى الضربات في هذه المناطق بالطائرات المسيرة وبالصواريخ، وبالتالي هنالك محاولة لمعالجة الموقف وما جاء من هذه الضربات. المسألة المهمة في هذه القضية التي يجب أن نفهمها بأن هنالك تفاصيل نشرت من قبل وكالة إيرنا الإيرانية تحديدا، لماذا جاءت هذه الضربات وما كانت الخطوات الإيرانية الاستباقية، وهل حذرت إقليم كردستان من مسألة ما هو قادم. وكالة إيرنا تحدثت بأن إيران حذرت وطلبت من إقليم كردستان أن تفعل شيئا تجاه هذه الأحزاب المعارضة، وأن تطلب من هذه الأحزاب المعارضة أن تنسحب من مناطقها لأنها تتدخل في التظاهرات التي هي تأتي في الداخل الإيراني وتعصف الداخل الإيراني، وإن لم تتصرفوا يا أيها المسؤولين في إقليم كردستان سنقوم بضرب هذه الأحزاب وتدمير مقراتهم والقضاء عليهم، كما يتحدثون بلغة قوية للغاية. وفعلا بدأت هذه الضربات كما نتحدث الآن. المشكلة أن مسألة تدخل هذه الأطراف في التظاهرات هي أيضا عليها جدل كبير، خاصة وأن هذه التظاهرات قد انطلقت بسبب مسألة داخلية جرت في العاصمة الإيرانية طهران، وما جرى لمهسا أميني التي طبعا دخلت في غيبوبة في إحدى مقرات مراكز الشرطة بتقارير بأنها تعرضت للضرب بسبب لباسها الغير محتشم، الحديث هنا عن الحجاب تحديدا، وبأن بسببها انطلقت هذه التظاهرات. وهذا ما جعل أوساطا مهمة للغاية مثل نيويورك ذا سان التي ترونها هنا بهذا الشكل، تحدثت بأن إيران تحاول عملية نقل الانتباه، يقومون بالشفت لعملية الاتنشن والتركيز الكبير الذي يأتي على إيران وتحويلها إلى إقليم كردستان وتحويلها إلى مسألة، وكأن هنالك مؤامرة على الداخل الإيراني بحسب ما تحدثت نيويورك ذا سان وكذلك أحد الخبراء المهمين في الملفات الإيرانية وفي الشأن الإيراني وهو جيسون براتسكي، تماما اتفق مع هذه المسألة بأن إيران تحاول إيجاد أعذارا مختلفة عما جاء في الداخل الإيراني. وفعلا اليوم المشهد إقليم كردستان تصدر المشهد في الداخل العراقي، ولكن السؤال الأهم هنا، هل الحكومة العراقية حاضرة؟ هل المجتمع الدولي حاضر في التنديد في هذه الضربات؟ هذه المرة نعم، فيونامي على سبيل المثال قد نددت
بهذه الضربات وطلبت إيقاف إطلاق النار من قبل إيران فورا. كذلك وزارة الخارجية العراقية كانت حاضرة في التنديد في هذه الضربات وكذلك الطلب بإيقاف إطلاق النار من إيران وما تقوم به تجاه إقليم كردستان. بل إن السيد أحمد الصحافة المتحدث باسم الخارجية العراقية أكد بأنه سيتم استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج مهمة للغاية، مذكرة احتجاج حول ما يحدث، وطلب أيضا إيقاف إطلاق النار. بل إن الأمور أخذت مجالا أكبر، وزارة الخارجية الأمريكية دخلت على الخط ونددت بهذه الضربات، وحتى بريطانيا نددت بهذه الضربات. ولكن السؤال الأهم، هل من الممكن لهذا التنديد وهذه التحركات ومذكرة الاحتجاج أن توقف هذه العملية العسكرية التي بدأتها إيران منذ السبت الماضي وأطلقوا عليها عملية مجاهدي الإسلام؟ الواضح تماما من خلال المعلومات التي نشرت مثلا من وكالة إيرنا بأنها لن تتوقف، وهذا ما ذكرته الوكالة. أعلنت القوة البرية للحرس الثوري الإيراني استمرار عمليات مقاتلي معسكر حمزة سيد الشهداء حتى تفكيك مقرات الجماعات الإرهابية، وأنهت التقرير الخاص بها وقالت هذه العملية ستستمر بعزم حتى يتم صد التهديد بشكل فعال وتفكيك مقار الجماعات الإرهابية واستيفاء سلطات المنطقة بالتزاماتها ومسؤولياتها. إن على الإقليم أيضا أن يتحرك ضد هذه الأطراف وأن يقوم بسحب هذه الجماعات، وإلا نحن مستمرون في هذه العملية. المثير بهذا الأمر بأن في ظل وبعد هذه الضربات كانت هنالك أحداثا كبيرة تجري في العاصمة العراقية بغداد. بغداد تواجه لحظات صعبة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها، فكانت هنالك جلسة للبرلمان العراقي اليوم، كانت هنالك فقرتين في جدول الأعمال وأنهت هذه الفقرات بكل نجاح هذه الجلسة. اكتمل النصاب تماما، 235 نائبا حضروا، وتم رفض الاستقالة التي قدمها رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي، وعلى هذا الأساس تمت إعادة الثقة بالرجل، والتصويت جاء بنسبة أعلى من التصويت التي تحصل عليها في بداية هذا العام في يناير. وكذلك محسن المندلاوي تم اختياره طبعا والتصويت عليه كنائب أول لرئيس مجلس النواب. ولكن سرعان ما الأمور تغيرت وأخذت تصعيدا خطيرا بعد هذه الجلسة. مباشرة ضربت المنطقة الخضراء بمرتين على مستويين، طبعا ضربات بالهاون وضربات بصواريخ الكاتيوشا، وهذه إحدى اللقطات المثيرة من مدينة جميلة لإطلاق إحدى هذه الصواريخ بالهاونات بهذا الشكل باتجاه المنطقة الخضراء. وهذه النقطة إحدى التصوير والنقاط التي ضربت التي تأتي في موقف للسيارات كما تلاحظون. وهنا طبعا كما نلاحظ، ولنركز على هذه المنطقة قليلا، سنلاحظ بأن التصوير واضح جدا لكي نحدد هذه المنطقة. واضح هذا المبنى الذي ترونه أمامكم المميز والعالي، وأيضا يأتي باتجاهه مباشرة مجلس النواب العراقي. لنأخذ هذه الصورة الآن ونركز عليها. هذا هو مجلس النواب العراقي، يأتي خلفه طبعا مبنى مهم ومبنى كبير وعليه العلم العراقي بهذا الاتجاه. وستكون حاضرة من هذه اللقطة لهذا التصوير فندق الرشيد. هنا فندق الرشيد الذي تلاحظونه، وبالتالي سقوط إحدى القذائف كانت في هذه المنطقة. لنتجه إلى القمر الصناعي لكي نفهم أكثر هذه النقطة التي ضربت. كانت هنالك ثلاثة نقاط ضربت من الضربة الأولى بالهاونات. هنا نتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد، سنتجه مباشرة إلى المنطقة الخضراء. هذه هي إحدى النقاط كما تحدثنا التي ضربت، وبالتالي نتوجه إلى مجلس النواب العراقي فقط لنقارن مع المقطع المصور ولنأخذ صورة أوضح لكي نلقي نظرة على هذه المباني التي حددناها الآن من طبيعة ما جاء. وسنلاحظ بأننا أمام نفس هذا المبنى العالي الذي تحدثنا عنه، مجلس النواب، هذا المبنى العالي الذي أيضا يأتي فيه العلم العراقي بشكل واضح، وهنا فندق الرشيد، وهذا هو الموقف الذي سقطت فيه القذيفة. ونقطة التصوير واضح بأنها كانت تأتي بهذا الاتجاه، والعجلات كانت تحاول الخروج التابعة طبعا للنواب بهذا الشكل، وبالتالي يبدو بأن القذيفة من التصوير قد سقطت بهذه المنطقة الخلفية لهذا الموقف للسيارات طبعا كما نتحدث الآن. الأهم من هذا الأمر بأن كان هنالك هجوما آخرا قد تعرضت إليه المنطقة الخضراء كما نتحدث الآن، وتحديدا مجلس النواب العراقي. مجلس النواب العراقي أيضا تعرض إلى أربعة صواريخ بحسب التقارير بالكاتيوشا حول مجلس النواب، وبالتالي الظروف صعبة للغاية بعد انتهاء هذه الجلسة في ظل رفض شعبي، ونتحدث هنا عن رفض من أنصار التيار الصدري في ترقب لما يكون قادما.
من ثوار تشرين تحديدا، وهنالك تطورات كبيرة تجري هنا تحديدا في جسر الجمهورية الذي ترونه قادمة من ساحة التحرير من أنصار التيار الصدري. لنتقدم ولنقترب من هذه المنطقة لنفهم بشكل أكبر هذه المنطقة وما الذي يجري الآن تحديدا وما هو مرتقب. إذا ما توقفنا هنا في جسر الجمهورية الذي تلاحظونه، هنالك صبات كونكريتية مهمة جدا شكلتها القوات الأمنية، وطبعا قوات مكافحة الشغب حاضرة على طول هذا الجسر للدفاع عن هذه المنطقة ومنع المتظاهرين من التقدم والاقتحام هذه المنطقة. ولكن طبعا المتظاهرين حاضرين ويحاولون الآن بعد تطور الأمور، بعد الجلسة، بعد الصواريخ، بعد الاتهامات المتبادلة بين الأطراف بأن كل طرف يتهم الآخر، يحاولون اقتحام هذه المنطقة وتدمير هذه الصبات من أجل التقدم عبر وزارة التخطيط مباشرة إلى مجلس النواب العراقي. وكانت هنالك لقطة لكي ننظر ولنرى ما الذي نتحدث عنه هنا. هذه الصبات، صبات كونكريتية واضحة حاضرة قوية للغاية، ولكن الواضح بأن هنالك محاولات مستمرة من أجل فتح جسر الجمهورية من قبل هؤلاء المتظاهرين بهذا الشكل بسيارات أو عجلات الشفط. هم يحاولون طبعا تدميرها بالكامل، وبالتالي نحن أمام فعلا ظروف تصعيدية كبيرة جدا تأتي في إقليم كردستان، تأتي أيضا في المنطقة الخضراء، وترقب كبير لما هو قادم.